الراجل واللي لابس شورت في ركبته يتكلم. الكابتن دخل انتباه من الحديد. احنا ناقصين. يا فين؟ ما جاش البيع صح؟ والله ما انت قايم يا فخر الهرم، كابتن مصر والعلم الوطني والله. شوفوا يا اولاد، زي ما احنا متعودين دايما يعني ان احنا ايه؟ ما بنلعبش كوره، احنا بنرسم لوحه. بنرسم لوحه دي من اول الموسم، في ماتش الليله دي هنعمل ايه في اللوحه؟ هنبلوزها؟ هن ايه؟ لا انا عايز نشاط، ده في نجيله هننزل ناكلها، ولا انتوا هتعصبوني ولا ايه؟ نهايته التشكيل والاحتياطي. احنا هنبدا ان شاء الله بجون كبر حمامه وقدام اربعه مدافعين. حمامي غلط ولا الاربع بكات غلط؟ حمامه تعبان، فاحنا هنبدله وهنوقف حسين جون وحمامه هيريح النهارده. انا كويس يا كابتن. حمامي انت هترد على المدرب بتاعك؟ انت ايه وشك مخطوف ودخل على اسهال حمامي؟ حاضر يا كابتن. برافو، الكره طاعه. وقدام ان شاء الله باذن الله الاربعه بقى هيبقوا مين؟ عزب وبركه وكاريكا وكيتا. اللي مش هيلعب كيتا هيقعد جنب على الدكه. ليه بقى؟ عشان انا محضر مناوره في الشوط الثاني تنزل تغير الموازين. ومكانه هيلعب كابتن مين؟ مين؟ الواد ابو بانك؟ مين؟ انت اسمك يا حبيبي؟ خشبه يا كابتن. خشبه طبعا، خشبه ابننا اللي بيصعد من فرقه تحت 12 سنه الجميل اللي هيدغدغ الدنيا. وان شاء الله باذن الله واللي قدامهم بقى هيلعبوا فرخه، ميدو، سعداوي، وقدامهم مجدي. وفي اخر الكلام نقول في الختام هجام مصر الاولاني كابتن. لا دي صغيره قوي، دي صغيره مش هتنفع. الكابتن يايا. في حد عنده اي اسئله بعد المباراه الفاتحه؟ بنلعب في الدقيقه 88. ادي طه الخشاب الكلام بدوران يا ولد يا لعيب. يلا يا اخي حرام عليك. ولا هيجيب جون ولا هيشوف يوم عدل من اللي عامله في بنت. والله العظيم يا ماما بتندميني ان انا بحكي لك حاجه. ما هو صالحني خلاص، عايزاه يعمل ايه يعني؟ لا يعمل، يجيب جون وخلصنا الماتش ده. نفسي اعرف كانت دماغك فين لما اتجوز بنتي انا الواحد زي ده. يا ترى مخبيه لنا ايه؟ جول! بجد يا ماما يحيى جاب جون؟ القايم جوزك جاب جون في نفسه. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watch.com.